بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين اوتو سيرفيس. الاخوه الكرام، اليوم رانا جبنا لكم مش حاجه جديده، حاجه قديمه بيان شور، مي سوليسيون، حل للناس اللي راه عندها مشكل في التريسيتي، في لي تنسال لا ليماج نتاع لا بوجي. تسمى عندك الكابيراتور تاعك نورمال، ولا انجكسيون نورمال، ولا عندك طوموبيل تاعك، السياره تاعك عندها فيها ديلكو، المهم التريسيتي ما تخرجلكش في لا بوجي. خويا الا عندك ديلك وفيه كابتور داخل، مهم يكون فيه كابتور، كابتور الكترونيك. انا نحضروا على ديلكو، ماشي ديلكو كلاسيك، ديلكو كلاسيك من هذا اللي فيه فيس بلاتيني. نطلق على ديلكو اللي فيه يجي فيه داخل ان بوبيناج، ولا يجي فيه ان كابتور، ولا المهم يخرج لك ان باتونسيون، تيار منخفض يخرج لك من ديلكو، هذا يكون كاين، مهم موجود. المهم من لهنايا تكون متاكد باللي راهو المشكل، لو ما كانش مشكل السياره نتاعك تنوض، مادام كاين هذا وقت الكابتور يخرج ما تحوش تفهم على الكاسيطه، ولا الا كانت فيها ميموار كيما السياره الاولى، المهم اي سياره، المهم اتصل بيا نوري لك التغريقه، ولا جيبها لي نخدمها لك نموضي فيها، ولا انا ندبر راسي. واللي راه بعيد ما يقدرش يجي، ولا نوضح له فقط، نعطيكم الشيما، تقدر خويا تريقلها وحدك ماشي مشكل. المهم تروح تجيب موديل داليماج، موديل داليماج هادو كاسيطه، ماشي مثلا عندك 205 لازم لها لازم لك تجيب موديل داليماج كاسيطه، هذاك تاع 205، ماشي شرط، ماشي شرط تجيب تاع الفيات فيات ولا تجيب. المهم ام كاينين لي موديل داليماج بزاف، كاين فلاشين، كاين في الدوريجين، ماشي دو. المهم اي كاسيطه، اي موديل دانيماج، برك تكون عندك الشيما تاعو، واذا ما كانش الشيما تقدر تخرجها من الانترنت، فهمتني كيفاش يسمى. هاو الموديل دانيماج هذا راهو يخدم الخدمه تاع الفيس باتيني كيما بكري، هاو يكوبي الموا، يكوبي يمدو يقطع الموا دابري السينيال اللي يمدو له الكابتور اللي هنايا، لاطونس لا باتونسيون هذيك، لا باتونسيون هذيك راه تمد على حساب لو مومون تاع لا ليماج لي الكالاج نتاع في السياره، تسمى كيلحق البيستون في البي اماش، ويكون لو مومون باش تصرى لي تنسال ديتكو يكون مريقل على حساب الوقت هذاك، التايمين هذا يسمى. هاو يمد لا باتونسيون هذيك 3.5 فولت هذيك الخفيفه، هاي تروح للموديل داليماج الكاسيطه، الكاسيطه الداخل فيها ان ترانزيستور، كي تلحقوا هذيك تريسيتي هاو يطلق الموا ولا يكوبي، المهم يكون كلش في التوقيت بالتزامن. كاين اللي يقول لك زعما الكاسيطه هذه لازم تاعها ولا هكذا، انا جربت خويا، جربت لي موديل تاع لي ماج هادو، والحمد لله الناس راها تمشي وعادي نورمال، تمدلو التريسيتي، تحرك الطوموبيل عادي. وعندي دي فيديو راني موديفي في الجديد في القديم، وتمشي نورمال ما شاء الله. المهم هاوليك الحل، عندك ديال الكون تاعك، هاو فيه الكابتور تاعو، فيه دو فيل هذوك يتصلوا بالموديل داليماج هذاك تاع نابورت كال فيكول. وعندك لهنايا دو سورتي، واحد يروح لابوبين موا الزوج ابري كونتاكت بيان سور لا باتري، وعندك لهنا الموا يكون الساشي، الساشي اللي هنا انايا راني روليتهم بالموا بالخيوط، مي كيكونوا في الفيكول او كاين الموا تاع الموتور هو اللي يروليهم تو سامبلومون. هاك الدورة يتمد لك لي تنسال، هاي لي تنسال، هاي اطابي، هاي هاي خويا لي تنسال شابة وكلش، ها زركة، ها ها سيبوزو بلي هنا البرا كامرا الدو، هكذا خوتي لي عندو كاش مشكل ولا يتصل، اللي راهو قريب من ولاية البويرة مرحبا بيك خويا، واللي عندو إلكتريسيا وقافز مع راسو يركب، هاي ماشي حاجة كبيرة هادي خوتي، وانا مانيش نمد مانيش نختارها، ولا حاجة قديمة وكاينة موجودة. لو برينسيپ سي لو ميم، المبدا هو نفسه، المبدا هو نتاع بكري هذا، رجعوه الكترونيك خلاص. هذا خوتي مرحبا بكم، الكراج راه في ولايه البويره، اللي حاب يجي مرحبا بك، يتصل ها الرقم كاين، يحوس في لي كومونتير يلقاه، ولا يتصل بيا نعطيه. شكرا، السلام عليكم.